البداية من صحيفة الثورة السورية التي عنونت: أهالي الرستان يتظاهرون ضد التنظيمات التكفيرية، قوتنا المسلحة تقضي على العديد من الإرهابيين بريفي درعا وحمص وتنفذ عمليات نوعية ضد أوكارهم بريف إدلب. خامنئي: الوحدة بين المسلمين تتصدر أولويات العالم الإسلامي، والاستخبارات المعادية للإسلام تقف وراء إثارة الفتنة. مسؤول تشيكي يؤكد أن سياسات واشنطن الهدامة زادت من الإرهاب في العالم. المخابرات البريطانية مرتبطون بالقاعدة عائدون من سوريا يخططون لشن اعتداءات في الغرب. زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني الفرنسي تطالب أولاند بتجريد المتورطين بالإرهاب من الجنسية الفرنسية. نقرأ أيضا مشاهدين من صحيفة الأخبار اللبنانية التي عنونت: ظريف يلتقي كيري الأربعاء المقبل، وفرنسا تنهي محنتها ب 17 قتيلا و20 جريحا، دماء ترسم مشهدا دوليا جديدا. صحيفة السفير اللبنانية أيضا جاء فيها: هل ترد سوريا بإقفال حدودها وتعطيل العبور؟ نصر الله يزكي. الحوارات، نوبة الإرهاب تتمدد، وداعش أيضا يتمدد نحو اليمن والجزائر. ومن صحيفة الحياة اللندنية نقرأ: برلمانية إسبانية، الحكومة تعتزم اتخاذ 12 إجراء لمكافحة الإرهاب. الجزائر تدعو جيوش دول الساحل إلى الاهتمام بأمنها الذاتي. ما جاء في صحيفة الخليج الإماراتية: جبهات عين العرب تشتعل، وفشلوا هجوما للنصرة شمالي حلب. الخلافات تعصف بداعش، واعتقالات في قيادات التنظيم. أولاند: الإرهابيون لا علاقة لهم بالإسلام. قاعدة اليمن تمول عملية شارلي إيبيدو. صحيفة الأهرام المصرية عنونت: مخاوف بريطانية من عمل إرهابي يستهدف وسائل النقل، وإسرائيل لا تكترث بانضمام فلسطين للجنائية الدولية. حقوقيون: فرصة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية. بالانتقال مشاهدين إلى عناوين صحافة العدو الإسرائيلي، والبداية منها أريتس: محاكمة حنين زعبي تكشف عن الأجواء العدائية للعرب في الكنيسة. ويدعو أحرنوت جاء فيها: رئيس الشباك السابق يدعو القيادة الإسرائيلية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالحرب على غزة. في معاريف: الجنرال غانتس يدعو لمواصلة البحث عن حل مع الفلسطينيين دون تقديم تنازلات تمس بأمن إسرائيل. إذن مشاهدينا، كانت هذه أبرز عناوين الصحافة المحلية والعربية أيضا العالمية، وما جاء في صحافة العدو الإسرائيلي. لنا وقفة ثانية معكم لجولة على آراء ومقالات الصحف. شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إلى سهير. شكرا تالا، رح نكون معك بالتأكيد بفقرة التعليقات. شكرا.